فحلو قوي من هنا. بس نبدأ مين رضوى وليه رياضة الكاراتيه؟ وأكيد كان في ناس في البداية بتقول لك اشمعنى الرياضة دي يا بنتي وروح صح؟ يعني أكيد. المعروف. هو أنا أخويا وأختي كانوا بيلعبوا كاراتيه. أخوكي وأختك؟ فأنا شفتهم بيلعبوا فحبيت اللعبة فدخلت، هما بطلوا وأنا كملت. بابايا كان طبعا الله يرحمه كان سبورت ليا قوي، هو اللي كان واقف في ظهري وكان حلمه ان انا العب الاولمبياد دي، وقدرت ان انا يعني اكون حققت الحلم ده. اكون قادر. واكيد في رحلتك للوصول لتحقيق الحلم كان فيه عقبات كتير. اكيد. ايه الصعوبات اللي واجهتك لغايه لما وصلت للي انت وصلتي له ده؟ ما كنتش لاقيه دعم نفسي قوي من المنظومه بتاعتنا. كنت دايما حاسه ان انا يعني عايزه اعتزل يعني. وانت محققه اللي انت محققاه؟ يعني لحد مثلا من فتره قريبه انا كنت حاسه ان انا عايزه اعتزل، ما كنتش شايفه ان هو نفسيا جاهزه ان انا اكمل. كانوا ضاغطيني نفسيا ان انا بسبب مين؟ معلش، حد كان بيمرنك يعني؟ لا منظومه الاتحاد عامه. اوكي. فكانوا شايفين ان انا ابطل او ان انا كبرت او ان انا عشان مثلا بطولتين ما كسبتش فيهم او ثلاثه ان انا كده خلاص ما بقتش كويسه. دي كل الصعوبات اللي هي قابلتني يعني في المشوار ده. بس على فكره دي نقطه مش سهله ابدا، وانت عارفه كويس اهميه الحاله النفسيه طبعا. يعني بس غريب ان انت يعني بتشتكي من عدم وجود الدعم النفسي. هما يعني في مشاكل، بس انا مش يعني انا مش عارفه ايه سببها. يعني اكيد طبيعي ان الرياضي يعني مره يكسب ومره يخسر. طب اكيد مش هكسب على طول ومش هخسر على طول. طب فمش عارفه والله يعني. بس من التحدي ده هنسميه تحدي. التحدي ده خرجك ليه انك دلوقتي بطله يعني. فهو ده المهم. فازاي قدرتي؟ انا دلوقتي واجهت تحدي بس عديته، هي دي النقطه اللي تفرق معانا ان احنا نسمعها منك ونعرف عشان نتعلم، حتى ابطال صغيرين يتعلموا منك يا رضوى. هو انا عديتها بس يعني انا يعني هم مثلا سافرت سفروني بطولات كتير ومنهم حققت، وكنت بعسكر في المركز الاولمبي ان انا اتاهل من الرانك، بس ربنا ما وفقنيش ان انا اتاهل من الرانك، ولا ربنا وفقني ان انا اصلا العب البطوله المؤهله اللي هي بتاعت فرنسا ان هي مؤهله للاولمبياد. انا برضو ما هم الاتحاد ما صفرونيش، كانوا مسفرين كل يعني كل الاول في الرانك ما عدا الميزان عندي، كانوا مسفرين الثانيه. ف لما بعد ما يعني رجعوا من فرنسا فحسيت ان عندي امل لسه يعني. انا كنت خلاص هبطل. كنت واثقه في نفسك، دي اهم حاجه. كنت عندي امل ان انا اتاهل من الكوته الافريقيه، والحمد لله اتاهلت من الكوته الافريقيه بالبوينتس بتاعتي، كانت اعلى واحده يعني انا البوينتس بتاعتي اعلى واحده في افريقيا. فتاهلت من الكوته الافريقيه. شفتي بقى التحدي من حد بيقول لك ما مش لازم تكملي، بس انت عندك ثقه في نفسك وريتيهم لا معلش بقى انا فوق توقعاتكم. فبرافو عليكي.